أهلا من جديد. كلنا إليسا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الفنانة اللبنانية إليسا دفعت باسمها إلى قائمة الأعلى تداولا، وجاءت الحملة بعد تغريدة ردت فيها إليسا على الهجوم الذي يطالها منذ حفلة ليلة رأس السنة في الإمارات بعد تداول فيديو لمعجبة ترغب في التصوير معها، إلا أن المشهد يظهر دفع حارس إليسا الشخصي ومحاولة للمعجبة ومحاولة المعجبة اللحاق بالفنانة، واصفين تصرف إليسا بالمسيء ويكشف عن ما اعتبروه فظاظة من ملكة الإحساس. نتابع في البداية الفيديو. إليسا وعبر حسابها في تويتر علقت على الفيديو المتداول بتغريدة قالت فيها إن الفيديو أخذ وقتا كبيرا من أصحاب وقت الفراغ الكبير على حد وصفها، وأن جمهورها يعرف احترامها له وسلوكها تجاهه لا أكثر ولا أقل. هذه القصة دفعت بالكثيرين لتأكيد كلام إليسا عن طريق نشر فيديوهات لها مع معجبيها، كما أعادت إليسا نشر فيديو تظهر فيه وهي تقبل طفلا صغيرا من نفس الحفل في الإمارات. أما منتقدو إليسا فنشروا فيديو لمواطنتها نانسي عجرم وهي تتوقف بعد حفلة للتصوير مع معجبة رغم محاولة إبعادها من قبل حرسها الشخصي. هذه القصة على ما يبدو تتكرر بشكل كبير، وأبطالها في العادة فنانون وفنانات تتسرب لهم فيديوهات من داخل حفلاتهم تظهر ما يعتبره محبو الفنان جزءا بسيطا من القصة، كما حدث للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. الفنان ومعجبوه وعلاقته بالصحافة ودور شبكات التواصل في التأثير سلبا على نجوميته، كل هذا سنناقشه مع ضيفتنا الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي تنضم إلينا هاتفيا من لوس أنجلوس الأمريكية. أهلا فيك معنا يا ست نضال. أنت دافعتي بشكل كبير عن إليسا رغم أنه يعني أنت ما شفتي، كلنا شفنا نفس الفيديو، ليش هذا الدفاع كان؟ نعم، مرحبا ست سارة. أهلا. دفاعي لأن أولا بعرف ست إليسا كتير منيح، ثانيا لأنه بعرف شو صار ليلتها، يعني كان قبل نشر الفيديو كان الأستاذ أمين أبياغي عم بحكي أنا وهي عم بقلي صار شيء أنا مش مريحني، في حدا دفش مرة وكان عم بيصورها وصار شيء، وبعدين تفاجأنا بأنه نزل الفيديو. هذا الفيديو مرتب ست سارة، واللي صار إليسا إذا بدك تعرفي أنت والناس، لأنه بتعرفي أنه جماعة السوشيال ميديا مخبرين بلا خبرة، يعني يسعون دائما إلى تضليل الرأي العام ولو عن غير قصد للأسف، لأنهم ما يعني بدون يعملوا الأكشن، بدون يقولوا إنه نحن موجودين نحن نعرف، بدون يشتموا، وبيكونوا عادة مدفوعين من أعداء الفنان. طب أنا خليني أقول لك وجهة النظر المخالفة لهالكلام ست نضال، وفيك طبعا تردي عليا. أنت بتقولي مدفوعين من أعداء الفنان، كمان مثلا ناشطين على مواقع التواصل بيقولوا على العكس، نحن بننزل المواقع وهذه هي بننزل المقاطع وهذه هي الحقيقة، لم يعد هناك الصحفي الفني اللي عنده صداقة مع الفنان وبيداري عليه. ما فهمت، يعني أنا عندي صداقة مع إليسا مثلا؟ لا، إنه مثلا أنا ما عندي أصدقاء. لا هذا معروف ست نضال، لا مش هذا الموضوع، لا إنه سابقا الصحفي الفني قد مثلا يعرف معلومة عن فنان ويخفيها، ولكن مواقع التواصل اليوم أصبحت يعني خلاص منبر الجميع أو كشفت الجميع أيضا. نعم بعرف، هيك عم وسائل ما تحوي الكثير من معلومات مضللة، يعني ما نفعله أنا وأنت وأنا الآن هو عمل صحافي، نحن نبحث نحقق نستدل نتصل نعرف نتواجد في المكان نشهد نشاهد، يعني نقول كلمة يعني واضحة نستقصي، لكن ما نراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خدعة. الفيديو يعني اللي شفتيه، قولي لي الفيديو اللي شفتيه شو شفتي منه؟ شفتي إليسا عم تركض، بس انت ما بتعرفي انه إليسا نزلت عن المسرح ودخلت دغري غرفة شيرين لتسلم عليها قبل ما تطلع شيرين على المسرح. اوكي، كان الحرس مهول من بعد ما خلصوا سلامه على السريع عم يعطوا اوردر لشيرين تطلع على المسرح.
فطوقوا المكان لأمنوا مرور شيرين، واضطرت إليسا تخضع لأوامر السيكوريتي. مرة بتشك عليها بطريقة مش منطقية، قلت لك في تشكيك بالموضوع، والفيديو والكاميرا عم ترصدها. مسكتها إليسا لتتصور مع الحرس، صرخوا لأنه هجموا الناس، صار في هجوم بيشبه هجوم هالست. فهيدا أنتوا ما شفتوا، نعم، وهيدا أنا يعني مفروض أنا ما شفتوا لو ما حققت وبدي أعرف وبدي شوف. طب يعني بس هي في كثير مقاطع تانية، يعني خلينا نقول مش لإليسا تحديدا، لكثير من الفنانين اللي خلت أصبح هناك يعني فكرة معينة عنهم، أو مثلا خلاص خلت عند الناس انطباع معين عنهم أيضا من مواقع التواصل. قد إيش تشوفي هذا الشيء يعني فعلا أصبح اليوم واقع خلاص؟ نعم، وسائل التواصل الاجتماعي واقع، لكن ما ينشر فيها ليس بواقع، يعني هو الواقع الذي ينشره الناشطون، لكن نحن كصحفيون لا نبعن. أما الرأي العام للأسف يعني يسير للأسف. بس أصبحت الصحافة تنقل عنهم أيضا. لا، نحن لا ننقل عنهم، نحن نحلل، نحن نعتبرهم مخبرين لكن غير موثوقين، لأنهم ما عندهم خبرة. منشوف شو قالوا، شو كبوا المعلومة، ونبحث عنها ونستقصي لنتأكد نكذبهم أو نؤكد أو نحلل. نعم. يعني ما حدث مع إليسا مثلا في قضية الصحافي. نعم. ما حدا صور إنه إليسا عملت 7 مقابلات قبل هيدا المشهد اللي شفتوه، 7 مقابلات مع 7 مؤسسات قبل أن تصعد المسرح، وهذا غريب. فنان يصعد المسرح ليلة رأس السنة، يقف أمام 7 صحفيين 7 مؤسسات ويجري مقابلات، هل يعني أي فنان بيقدر يعمل هيك؟ وبرضه عملت هيك. نعم. ممكن يأتي هذا الصحفي لكيفك منيحة، شو الأخبار، كأنه قاعد على فنجان قهوة أو على الكافيه تروتوار، وبيسأل السؤال يعني نعم. المشهد ما بدي أقعد. نعم، هي على العموم يعني هي ردت كمان إليسا أو انسحبت من المقابلة. نحن نعم نعم وضحت وجهة نظرك، نحن للأسف داهمنا الوقت، فبنشكرك على هذه المداخلة. كانت معنا الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، شكرا لك.